آليات العرض والطلب يمكن دوت في مجال الزراعة والخضار والفاكهة بالظبط ماشي بشكل كويس، بس هو في مجال السلع الأخرى أستاذ أسامة عامل لنا ربكة في السوق ومخلي فيه السلع بترتفع أسعارها بشكل غير معقول. كنا لسه بادئين الحلقة بالحديث عن كرتونة البيض 95 جنيه و100 جنيه، إيه اللي بيحصل؟ في أنهي دايرة بتختل الأمور، من الزراعة ولا الإنتاج ولا التصنيع ولا المستهلك ولا إيه بالظبط؟ لا هو طبعاً هو البيض ده كان عندنا في اكتفاء ذاتي، في متأثرات كتيرة جداً، مؤثرات كتيرة جداً بتغير في طبيعة الأسعار اللي موجودة. لو اتكلمنا على الاتجاه الصناعي، فعند حضرتك مستلزمات إنتاج كثيرة بتحتاجها المصانع عشان تخش في العملية الإنتاجية، إذا كانت هتساهم في العملية التصديرية طبقاً لتوجهات فخامة الرئيس ورفع التصدير من 32 إلى 100 مليار دولار. ففي مستلزمات بتيجي، المستلزمات ديت لما تتعطل في المواني من شهر 3 للنهاردة شهر 12 9 شهور، يتم دفع غرامات أرضيات وحراسات ودامرج لشركات الملاحة العالمية بتدفع بالدولار ولا يدخل منها دولار واحد. بقى الشركات ولا اللي بتدفعها المستورد. انا بستورد مستلزمات انتاج عشان انتج منتج نهائي واعيد تصديره او يستخدم في السوق المحلي. فالنهارده الغرامات اللي بتدفع دي اللي هي ممكن ساعات بتوصل لقيمه البضاعه بالكامل، او ان البضاعه تقعد اكتر من 3 شهور بالكامل. ممكن تقعد لاكتر من 3 شهور وتحول مهملات. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا ما كانش على طول عندنا ازمه الاستيراد، لكن ازمه ارتفاع الاسعار بقى لها فتره وبقى لها شهور من قبل حتى ما تتفاقم ازمه البضائع اللي في المينا. ده غير ان في حتى لما بتحصل افراجات برضو الاسعار بتعلى. لا هو حضرتك بتحصل افراجات بيترتب عليها التزامات على المستورد او على اللي بيجيب البضاعه مش موجوده في الكالكوليشن بتاعته او مش موجوده في الحسابات بتاعته، فبيحملها على السعر. لازم تحمل على السعر. بيبتدي بقى حضرتك بيحصل نقص كمان في المعروض لان ما فيش سلسله الواردات مش موجوده، فلما يحصل نقص في الـ في الـ في المتاح بيحصل عند حضرتك بقى طبقا للافيلابيليتي او المطروح في السوق بيعلي السعر مره ثانيه، يبقى انا عندي زياده في سعر الدولار نتج عنها زياده في السعر، وعندي زياده في الغرامات والدمرج اللي بيدفع في المواني يدي زياده في السعر، ونقص المطروح يدي زياده ثالثه. بس احيانا كل كلام حضرتك مفهوم طبعا، بس انا معلش خليني اقول لك كل الناس بتقوله. الناس بتقول الدولار لو عالي النهارده امبارح سعر السلعه بيزيد، وكان احنا لسه يعني احنا لسه ما استوردناش، لسه ما طبقناش السعر الجديد. احنا الاول كنا حاسبين على السعر اللي هو بتاع السوق السوداء، وبعدين اول ما الدولار عالي حسبنا على السعر المستقبلي وعلينا اتوانس. لا هو حضرتك السياسه التسعيريه لاي مستورد او اي منتج، انا النهارده ممكن اشتري منتج بسعر اقل من اللي موجود عندي، بضطر ان انا ابيع طبقا للسعر الجديد اللي هو اقل. بتضطر ازاي بقى؟ يعني النهارده سي انا بشتري حاجه ب 100 دولار نزل سعرها بره بقت ب 90 دولار، يعني انا اشتريتها التكلفه بتاعه البضاعه اللي جايه الجديده هتبقى اقل. لازم ابيع بالسعر الاقل لان انا ليا منافسين اخرين. فلازم الكالكوليشن تتعمل على السعر الحالي، لان هو القصه هي ليست حساب موارد او جنيه مصري او دولار او كده، هو استبدال سلعه. انا ببيع منتج وبجيب قصاده منتج، اذا الثاني بجيبه رخيص هبيع اللي عندي رخيص، اذا الثاني هجيبه غالي هبيعه غالي. فما ينفعش النهارده ان انا تكون عندي حاجه في المخازن تكلفتها 10 قروش وهبيعها ب 12 واللي جايه جديده هجيبها ب 13، طب هبيعها ليه ب 12؟ طب ما انا مش هعرف استبدلها بمنتج تاني. فحضرتك العرض والطلب والسعر الشراء هو اللي بتحسب عليك التكلفه بتاعتي وبناء عليه سعر بيع المستهلك.